2 زلزال صناعي في كوريا وقلق في اليابان. قريب في صاروخ بعيد المدى كوري شمالي وهم بيطلقوه في تجارب، انفجر هذا الصاروخ وفي حالة رعب في اليابان وكوريا الجنوبية من قدرات هذا الصاروخ وانه ممكن يحمل رأس نووية. كوريا الشمالية أجرت 5 تجارب نووية، لكن أخطر تجربة هي التجربة 5 والأخيرة. دي أدت إلى وقوع زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر. يعني التفجير النووي نفسه مش إنه هز مبنى ولا مبنيين، وإنما أدى إلى زلزال يسمى الزلزال الصناعي اللي هو نتيجة تفجير نووي. فالتفجير النووي ممكن يسفر عن زلزال زي ده بقوة 5.3 ريختر. وطبعا الدول المجاورة كوريا الشمالية في حالة قلق شديد، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان، لأن الصاروخ الجديد اللي أعلن عنه في عرض عسكري سنة 2010 يقدر يصل إلى 4000 كيلو. مش بس يضرب اليابان أو كوريا الجنوبية، وإنما يضرب قواعد عسكرية أمريكية. فقدرات كوريا الشمالية الصاروخية وخمس تجارب نووية عاملة قلق كبير جدا في اليابان. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية خفضت كتير جدا نفقات الدفاع، والجيش الياباني اسمه قوات دفاع. الجيش بقى الامبراطوري اللي كان بيغزو الدول وغزا مساحات واسعة من آسيا. اليابان كانت دولة قوية جدا وكانت دولة غزو، والغزو الياباني كان بشع جدا في آسيا. إنما بعد الهزيمة والقنابل النووية والامبراطور اللي كان إله رجع بقى إنسان، بعد هذه الهزيمة الساحقة اليابان تراجعت كتير جدا في قدراتها العسكرية، وبقى جيشها جيش دفاعي واسمه كده قوات الدفاع. لكن التخفيضات دي كلها انتهت سنة 2012، والزعيم أبي شينزو قرر في اليابان ان يبدأ بقى يرفع مستوى الميزانية العسكرية، والجيش الياباني يقوى وما يبقاش بس للدفاع، ان يبقى قادر على الهجوم وخوض حرب سواء دفاعية او هجومية. 2012 بداية صعود الموازنة العسكرية بعد تراجع 11 سنة، بدأت الزيادة من 2012، وتعدل الدستور اللي هو خاص بوضع الجيش أو قوات الدفاع، وبقت أعلى ميزانية في تاريخ اليابان 2015 ثم 2016. اليابان لو أنت سألت اليابان أكبر مخاطر الأمن القومي الياباني إيه؟ اليابان مرعوبة من حاجتين، من كوريا الشمالية اللي عندها سلاح نووي يقدر يضرب اليابان، ودول اتضربوا قبل كده فبالتالي قلقانين من ضربة نووية أخرى، عارفين يعني إيه ضربة نووية. والخطر الثاني الصين اللي هي بتتوغل في رأي اليابان في بحر الصين الجنوبي، وبتاخد جزر وأماكن كتيرة جدا مش من حق الصين طبقا لوجهة نظر اليابان. فاليابان خايفة من عدوين، من كوريا الشمالية ومن الصين. واللي يقعد في اليابان ويقرأ الصحف اليابانية أو مراكز الاتصالات اليابانية، أو ما يروحش اليابان لكن يتابع الشأن الياباني، يشوف إن اليابان في حالة قلق شديد جدا من الدولتين دول. الكلام ده ليه؟ لأن كل دولة مستهدفة، مصر مستهدفة بلا شك، وأكثر من آخرين أكثر من آخرين، وإحنا في مرحلة صعبة بلا شك. لكن لازم نكون مدركين إن اليابان مستهدفة، والصين مستهدفة، وروسيا مستهدفة، وأمريكا مستهدفة من الصين ومستهدفة من روسيا. وسمعنا كلام ترامب وغيره عن استهداف روسيا لأمريكا. العالم ضد العالم، والناس في كل مكان ضد الناس في كل مكان، والعواصم القوية كلها متصارعة شرقا وغربا. إنما القوة والكفاءة، إزاي نقدر نمشي بكفاءة وبنجاح وبأقل الخسائر وسط بحار متلاطمة الأمواج؟ كل الدول عليها مؤامرات، وكل الدول بتواجه صعوبات، وكل الدول مستهدفة، وممكن مصر في آخر كام سنة مستهدفة أكتر والمؤامرة أشد ووضعنا دقيق أكتر. إنما لازم نتعلم من الأمم الأخرى اللي عليها مؤامرات وفي تحديات بتواجهها، ومع ذلك قادرة إنها تدير المعارك كلها بنجاح وبامتياز. لازم نشوف نفسنا قبل كده اتصرفنا ازاي،
ونشوف الآخرين بيتصرفوا إزاي، لأن إحنا لازم نتعلم من الجغرافيا والتاريخ وإحنا بنواجه هذه التحديات الجسام.